أنا بيشرفني اليوم نحكي مع كل أهل اللي عندهم أولاد احتياجات خاصة، وطبعاً بيشرفني كمان أحكي عن مركز سكيلد. خبرتي بهالموضوع صار عمره رح يصير عمره 18 سنة. إذا بدي أختصر كل شيء صار معي، أهم شيء هو نقبل الواقع يلي نحن فيه وما نضل نحتج عليه. مجرد ما قبلنا الواقع وتعاملنا معه مثل ما هو، إنه هيدا ربنا اللي عطينا إياه، الوضع بيختلف جدا. هيدا وضع مش سهل، كل واحد منا عنده ولد عنده تحدي معين، هيدا وضع مش سهل، لكن المفتاح هو قبول بهدية الله اللي هن ولادنا، ونمر اثنين هي البيشنس، كتير ضروري الصبر بكل حالة، بالتحديد مع هالولاد ما فينا نتصرف ويطلع خلقنا مثل ما قلنا بالعادة، ما منقدر أبداً. عطول بدنا نلاقي الطريقة المناسبة، وعطول ما نحط براسنا إنه المعاملة مع هالصبية أو مع هالشاب هي مختلفة عن كل المعاملات. وطبعاً هيدا الشيء بده نقدر نكسر الإيجو تبعنا ونقدر نتعاطى معهم مثل ما هن الطريقة اللي بيفهموا فيها. لما هن يغلطوا، لما هن يعلوا صوتهم، لما هن ما يفهموا، هن هالقد بيعرفوا. من نتعامل نحن على هيدا الأساس. هيدا إذا بدي أختصر اللي مرقنا فيه. وشغلي كمان بدي أنهي فيها، شغلي كتير مهمة، بدنا نضل نجرب كل يوم نعلمهم شي جديد بطريقة أو بأخرى يلي هن بيفهموا فيها. ما منا نيأس، كل يوم نلاقي الفرصة المناسبة ونعلمهم شي جديد. وشكراً لأجل هالفرصة الحلوة اللي عطيتونا إياها.